بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بستدي يونت 9 الوحدة التاسعة of part 2 CMA 2020. عنوان هذه الوحدة Investment Decisions، قرارات الاستثمار. Section رقم 1 The Capital Budgeting Process، عملية الموازنة الرأسمالية، الموازنة الخاصة بالأصول طويلة الأجل التي ستقوم الشركة بامتلاكها وبالتأكيد استهلاكها، بالتأكيد استبدالها، كل ما له علاقة بالأصول طويلة الأجل في المستقبل. هذا راح يكون موضوعنا الآن بهذه الوحدة، طبعا تحت السكشن رقم 1. بس كل المواضيع تبعتنا investment decisions، يعني كلها استثمارات، وبالتالي لكن مجزأة إلى أجزاء، عندنا 7 أجزاء. إذا خلينا بلاش ما نضل إحنا نطول بالموضوع، ندخل ب الصفحة هذه اللي هي ضروري نمر عليها، investment decisions، قرارات الاستثمار، مانجمنت اكاونتس انتو سي ام اي هولدرز، اللي راح تكونوا ان شاء الله يوم من الايام سي ام اي هولدرز، بدكم تكونوا مثلا محاسبين اداريين او اي محاسب اداري حتى لو ما عنده سي ام اي، must be able to help، لازم يكون قادر ليساعد المانجمنت الاداره، analyze decision، تحليل القرارات. This involves، هذا يشمل making cash flow estimates، بدك تعمل توقعات للكاش فلو بالمستقبل، طبعا كاش ان وكاش اوت، calculating the time value of money، كذلك بدك تحسب قيمة حالية للفلوس، الفلوس لها قيمة، يعني هلا $100 بعد سنة مش زي $100 الآن، الآن في قيمة حالية $100، هذول أفضل من $100 بعد سنة، أفضل بكثير من $100 بعد 10 سنوات. إذا في شيء اسمه time value of money، يعني قيمة الفلوس بناء على الزمن. أوكي، طبعا هاي التفاصيل حنيجيها، زي ما قلنا احنا بداية مقطع فيلم، هذا الفيلم لا يكتمل إلا بنهاية الشابتر، وكذلك احنا ببارت 2 برضو فيلم طويل لا يكتمل إلا لما بتمر على البارت 2 من أوله لآخره مرة ثانية. أوكي، the and being able to apply discounted cash flow concepts، وكذلك لازم تكون قادر على انك انت تطبق، يا محاسب يا اداري قادر على انك تطبق discounted cash flow concept، يعني الفلوس اللي حتيجيني بعد 10 سنين discounted بفائده، نفترض 10% 8% قديش تساوي الان discounted now، discounted ترجعها للان. اوكي، مثلا بعد 5 سنين الان عندك $1000، $1000 هذول بعد 5 سنين قديش بدهم يكونوا؟ لهم قيمه اكبر. طب ارجع ل $1000 بعد 5 سنين قديش قيمتهم الان؟ قيمه اقل. ليه؟ لانه بافتراض ان هذه النقود تستثمر في البنوك او في اسواق او في الماركتبل سيكيورتيز او 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 بفائده معينه، فائده سائده بالسوق تحدد دائما في السؤال. اوكي، إذا such as net present value and internal rate of return. net present value اللي هو شو؟ فلوس، نفترض انك بدك تشتري آلية بحقها مليون، فلوس بدها تطلع كاش اوت، فلوس تطلع كاش اوت، إذا مليون، ومقابل هذا بده يجيك مبيعات وكذا، والمبيعات هذا تصفي معك شوية كاش، والكاش تخصمها على مدة 10 سنين، نفترض هذا الأصل بده يعيش ل10 سنين، قديش بده يساوي الآن؟ إذا طلع مليون و50 ألف، مليون و100 ألف، مليون و200 ألف، معناته هذا المشروع ناجح، بس بدك تخصمه، ما بدك تطلع على الكاش اللي حيجيك بالمستقبل فقط، بدك تطلع على الكاش بالمستقبل مخصوما بالسعر الحالي. إذا الآن بدك تطلع كاش مليون، الكاش ناقص قديش البريزنت فاليو تبع الكاش اللي بده يجيك نتيجة استثمارك في ذلك المشروع الذي كلفك الآن مليون. إذا بتطرحهم من بعض بتقول كاش أوت ناقص كاش إن، الكاش إن بيطلع، أو الكاش إن ناقص كاش أوت بيطلع عندك بوزيتيف، بيطلع عندك المشروع ناجح. طبعا عدة مشاريع اللي بيطلع أكثر تاخذ المشروع الفلاني اللي هو الاكثر. And internal rate of return، كل هذا كلام انا ما اقدر اشرحه الان، بدنا نيجي later on، سواء باليونت هذه او باليونت يلي بعديها.
نون ديسكاونتنج اناليسيس. طبعا الانترنال ريت اوف ريتيرن تعني انك عندما تريد ان تستثمر في مشروع تدفع الان مليون وتقول الكاش اللي بده يجيك بالمستقبل، لو بدك تفترض انه قيمته الان القيمه الحاليه الان تساوي مليون، ها لاحظ مليون القيمه الحاليه الان للكاش ان اللي حيجينا بالمستقبل او النت كاش اللي حيجينا بالمستقبل، انت قيمته مليون بوزيتيف ومليون نيجاتيف، ان النتيجه صفر. اذا ما هي الفائده التي استثمرنا بها؟ اللي حسبنا الديسكاونتد كاش فلو حتى طلعت معي البريزنت فاليو الان تساوي مليون. اذا المليون اوت او المليون ان ناقص المليون اوت يساوي صفر. اذا هذه هي الاي ار ار، انترنال ريت اوف ريتيرن اي ار ار، بتخلي المبلغين متساويين. اذا ما هي الفائده؟ اذا طلعت الفائده 10% والسوق بيعطيك مثلا 8% 4%، معناته هذا المشروع ناجح لانه فائدته اعلى. اوكي، اذا طلع العكس معناته المشروع فاشل. اذا حنيجي لهالتفاصيل. نون ديسكاونتد ديسكاونتنج اناليسيس تكنيكس ار اولسو كفرد ان ذا سي ام اي اكزام. شو يعني نون ديسكاونتد اناليسيس؟ يعني بدك تقارن كاش مطلق في كاش مطلق، كاش الان بده يطلع وكاش بده يجي في السنوات القادمه، بس مش ديسكاونتد، مش بريزنت فاليو. قديش القيمه؟ واحد بيشتري سياره ب 10,000، اوكي، بقول لك كل سنه بيجيك مثلا ب 1500 لمده 10 سنين، معناته 15 وخلص بدون ما تطلع الديسكاونتد كاش فلو. اذا المشروع كويس ماشي الحال. As are the income tax implication for investments. كمان في عندنا tax implication for investments، عندما نستثمر فهناك depreciation، هناك salvage value، هذه لها أثر في التاكس. برضو بدناش نشرحها الآن، ندخل بتفاصيل لما نروح على calculation بنفهم الموضوع بشكل أفضل. إذا في tax implication، قد نستفيد وقد نخسر نتيجة هذا tax implication على الكاش إن اللي حيجينا بالمستقبل. ويمكن بدنا نجيب اصل محل اصل قديم، الاصل القديم بدنا نبيعه، معناته هذا بده يجيني كاش بداله، الكاش هذا هل تفرض عليه يعني في عليه تاكس ولا لا؟ اذا هذا يؤثر. متى بده المبلغ؟ متى يحسب؟ باخر السنه ولا بأول السنه؟ بنص السنه؟ وهكذا. حنيجي لهالتفاصيل، معلش بدك تصبر معي بهالفيلم تبعنا اللي احنا بنشتغل عليه على اليونت 9. Candidates will also be tested on such things as ranking investment project. بدك المرشحين تبعين الامتحان تبع السي ام اي سوف يمتحنوا على اساس انهم يعملوا ترتيب للمشاريع، مشروع واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وهكذا، بدنا نشوف ايهما. عندي خمس مشاريع، عندي فرص، عندي خمس مشاريع معروضه علي، ايهما افضل لي؟ بدي اخذ المشروع الافضل. Performing risk analysis، وكذلك يجب ان انه نحلل المخاطر التي تتعرض لها تلك المشاريع، and evaluating real options، وكذلك تقييم الريال اوبشن برضو، لانه في عندنا financial options وفي real options. financial options مرت علينا انه تشتري اسهم ورايت تو باي ولا رايت تو سيل ولا كذا كول اوبشنز. الان حنيجي برضو بالتفاصيل الى كل هذه المعلومات يا سي ام اي يا كانديديت، بدك انت تكون عرضه لانك تمتحن بهكذا معلومات. This study unit is on investment decision. هذه الوحدة تحكي عن الـ investment decision، قرارات الاستثمار. Relative weight assigned to this major topic in part 2 of the exam is 10%. وزن هذه الوحدة 10 درجات أو 10% من وزن الامتحان، سواء كان multiple choice ولا essay problems بالبارت الثاني. If you are interested in reviewing more introductory or background material، هذه دائما متعودين عليها المقدمة. فإذا أنت مهتم في أي معلومات تقديمية بيزكس كذا إلى آخر، معلومات تثري خلفيتك العقلية والذهنية في هكذا مواضيع، go to www.glim إلى آخره، بدك تروح لهذا الموقع for a list of suggested third party overviews، تراجع معلومات لها علاقة بطرف آخر، كتاب آخر، مؤلف آخر، كذا إلى آخره of this topic، هذا التوبيك اللي هو investment decision. The following glim outline material، المواد التالية، هاي الاوتلاين ماتيريال، شايفين هاي بقول لك الفولونج glim outline materials is more material is more than sufficient، هاي المعلومات هي اكثر من كافية حتى انك تنجح بالامتحان، to help you pass the CMA exam. Any additional introductory or background اللي موجودة على العنوان هذا material is for your personal enrichment، مشان انت يصير عندك ثراء
معلوماتي. طبعا طلاب المحاسبة وطلاب يمكن الإدارة وطلاب كذا مش بحاجة، لأنه عندهم خلفية البكالوريوس كلها، لكن في طلاب بتلاقيهم بقى حد بتخصص طب، تخصص هندسة، تخصص اي تي، تخصص اقتصاد كذا، بدي اخذ هالشهادة هاي واي نوت. فبقول لك اذا بدك على عندك ضعف في معلومات معينة ارجع لها كذا معلومات موجودة في هذا العنوان اللي هو www.glim. طيب نبدأ بالفيديو رقم واحد، واللي هو أنا مقرر إن شاء الله إنه ياخذ الماتيريال كلها تبعت السكشن هذا. أوكي، إذن The Capital Budgeting Process اللي هو السكشن رقم واحد حياخذ الفيديو كامل، المالتيبل تشويسز حتاخذ فيديو ثاني رقم اثنين. Capital Budgeting اللي هي الموازنة الرأسمالية، وطبعاً انا جايب لك الهايبر لينك هذا مشان يفرجيك، ترى دير بالك اذا بدك تاخذ فكره كويسه عن الموضوع ارجع شوف فيلم ثاني مشان تكون فكرتك بالفيلم الحالي. احنا هلا في فيلم، ارجع شوف الفيلم الثاني مشان يصير عندك فكره شامله. اذا هي ستادي يونت 10 بالبارت الاول، البارت الاول سي ام اي بادجيتنج كونسبتس ميثودولوجيز اند بريبريشن. باي كل العناوين هذه موجوده حوالي 10 سكشنز، بدك تطلع عليها وتشوف فكرة الايش، شو معنى الكابيتال بادجيتنج. اذا الكابيتال بادجيتنج الان اللي حنشتغل عليه احنا هو عبارة عن موازنة لها علاقة بالاصول طويلة الاجل التي تخطط الشركة ان تستثمر بتلك الاصول، وتشوف النتائج ارباح وكذا، وطبعا تطلع على الكاش فلو وايز، بمعنى حنش خلينا نشوف بدل ما نطول بالكلام. Capital budgeting is the process of identifying، هي عملية تحديد، analyzing تحليل and selecting investments، إذا بتحدد وبتحلل وبعدين تختار ما هو الاستثمار in long term projects. زي ما قلنا أصول طويلة الأجل معناته مشروع طويل الأجل، long term projects. It is this long term aspects of capital budgeting، إنها هذه اللي هي capital budgeting هي عبارة عن المشهد طويل الأجل من عملية الكابيتال بادجيتنج. That presents the management accountant with specific challenges، التي تقدم أو تضع بين يدي المحاسب الإداري تحديات معينة فيما لو أراد أن يخطط للمستقبل اللي هو فيما يخص الأصول طويلة الأجل. By their nature، بطبيعتهم capital projects affect multiple accounting periods، الكابيتال بروجكت اللي هو المشروع اللي هو الرأسمالي يؤثر على فترات محاسبية multiple، أكثر من فترة multiple، أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة. And will constrain سوف يقيد the organization financial planning، طبعا capital budgeting عم بيعمل ضغط على التخطيط المالي، مو على كيفك، عندك فلوس محدودة وعندك مشاريع وشوف المشروع الأفضل، إذا مش عندك limited resources، مش عندك unlimited resources، إذا future financial planning تخطيط مالي will into the future بشكل جيد للمستقبل. Once made، عندما يتم هذا التخطيط اللي هو capital project و capital planning وماخذين الكونسترينت بالاعتبار، capital budgeting decision اتخاذ القرار أو اتخاذ القرارات فيما يخص capital budgeting اللي هي الموازنة الرأسمالية tend to be relatively inflexible. شو يعني inflexible؟ يعني tend يعني تق يعني تبدو الى حد ما انها انفلكسبل، لانه مش على كيفك، وقت ما تبني البنايه تقول بطلت، او انا مش بحاجه لكل الادوار تبعت البنايه، او تشتري طياره بشيل 600 راكب ولا ما عندك غير 200 راكب، مش عليك، مش على كيفك تبطل، مش زي الفاريبل كوست، عرفت كيف؟ هذا له علاقه بالاصول طويله الاجل، unless real options exist، الا اذا كان في عندك خيارات بسموها خيارات حقيقيه، هذه قلنا قبل شوي بنعطيها طبعا حيجي موضوعها ليتر اون، الريال اوبشن عكس هي بنفس الفكرة تبعت الفاينانشال اوبشنز، انك تشتري اسهم او تشتري عملة اوكي بسعر معين خلال فترة معينة على الطريقة الامريكية والطريقة الاوروبية، ارجع للاوبشنز، هذيك اسمها فاينانشال اوبشنز، هنا اسمه ريال اوبشن. ريال اوبشن انك انت تدخل في مشروع له علاقة بعقار معين، ارض معينة، فإذا في عندك الخيار إنك تكمل أو ما تكمل أوكي، بس ما مش دائما عندك الخيار، إذا هون بقول it is inflexible،
بديت بمبنى ضخم جدا، وبعدين صدر قرار معين انت مش باخذه بالحسبان، هذا المبنى صار يوزلس، او القواعد اللي حطيتها الفلوس حطيتها بذلك. هذا اسمه فيما يخص الريال اوبشن، اللي بقول unless real options exist real options are covered in subunit 9 2، حنيجيها بالسب السكشن التالي او سب يونت 2 من هذه اليونت اللي هي 9. An opportunity cost is the maximum benefit foregone. طب لما بدك تحط فلوسك في اصل او طياره او خط انتاجي او كذا، الفلوس هذه فلوس كاش، وين لو حطيتها بمكان اخر بيسموه الفرصه البديله. اذا هي opportunity cost is the maximum benefit foregone. حطيت 100 مليون في مكان معين، طب مكانك تحط ال 100 مليون في بنك معين ويجيبوا لك 10%، اذا هذه بيسموها ايه؟ بيسموها الاوبورتيونيتي كوست. او بتكونك تحط هذه ال 100 مليون في مشروع ثاني بيسموه نيكست بيست الترناتيف، يعني الخيار الافضل بعد هذا الخيار اللي تحطيت فلوسك فيه. اذا في عندك فرصه، في عندك فرصه بديله بتروح عليك، فدير بالك بدك تدرس الموضوع كويس. باي يوزنج سكيرس ريسورس، عندك مصادر محدوده، فلوس محدوده، مش على كيفك اموال العالم كلها تكون متاحه عندك، عندك على قد راس مالك، على قد فلوسك اللي استقرضتها من البنك، عندك كاش معين. فور ا جيفن بيربوس، لهدف معين، اند نوت فور نيكست بيست الترناتيف. اذا حطيت فلوسك في للبيربوس اللي انت اخترته، نفترض انك قررت انك تصنع مشروبات غازيه، هذا خيار، هذا بسموه الجيفن بيربوس، خيار اخترته. لكن كان عندك خيار ثاني انك انت تفتح شركه اتصالات، اذا هاي بسموها النكست بيست الترناتيف. فعندك خيار حطيته هنا، راحت عليك فرصه انك تروح على الاتصالات وتفتح في شركه اتصالات. ان كابيتال بادجيتنج، الموازنه الراسماليه، ذا موست بيسك ابلكيشن ابلكيشن اوف ذيس كونسبت از ذا ديزاير تو انفست ان the company limited funds in the most promising capital project. اذا ان capital budgeting هي عباره عن most basic application of this concept. كيف نطبق هذه الفكره، او افضل تطبيق اساسي لهذه الفكره. انا بترجم تقريبا، مش غلط اني اترجم لانه في ناس بيستفيدوا من الترجمه. of this concept is the desire to invest، رغبه انك تستثمر في الكمباني ليميتد فاندز، الفلوس المتاحه قدامك الك كاش تبعك تبع الشركه. ان ذا موست بروميسينج كابيتال بروجكت، من افضل المشاريع الواعده، بروميسينج واعده، من المشاريع المعروضه عليك. وحنشوف هذا الكلام زي ما قلنا عندما يكتمل الفيلم تبع شابتر 9 تتضح لك الامور. كابيتال بادجيتنج ابلكيشنز انكلود، تطبيقات الكابيتال بادجيتنج، يا بتشتري اكويبمنت، باينج اكويبمنت، يا building facilities مرافق معينة للشركة، يا acquiring business، يا بتروح تشتري شركة ثانية merging acquisition استحواذ، يا developing product or product line، يا بتطور منتج جديد زي الأجهزة الذكية هاي، أو بتعمل خط إنتاجي جديد. شركة ألبان تشتغل مثلا أجبان من نوع معين إلى آخره. يا expanding into new markets، يا أنك بتروح تنشئ مشروع جديد في الهند، لأنه الهند يعتبر ماركت واعد بالنسبة للشركة، new market. أوكي طيب. A firm must accurately forecast future changes، على الشركة أن تتوقع بدقة، accurately بصحة بدقة، future changes تغيرات مستقبلية، بالديماند ان ديماند ان اوردر تو هاف، من اجل ان يكون لديها نسيسري برودكشن كاباسيتي. اذا بدها تشتري طيارة ب 600 راكب، متى تشوف قديش في طلب على انهم في ركاب، وقديش في ازدهار بالاقتصاد، وهل المطارات بتتحمل اللي احنا عندنا، ولا المطارات الاخرى تشيل طيارة 600 راكب وكل وهكذا. اذا هي عبارة عن شو؟ برودكشن كاباسيتي. وين ديماند فور اتس برودكت از سترونج، في طلب بتجيب طياره 600 راكب، ما في طلب ما تجيبهاش. Without having access idle capacity when demand is slackens، بدون ما يكون انت عرضه انه الطياره هاي ام 600 راكب، تحت 600 راكب، اذا عليها طلب ما شاء الله مليانه، بس اذا خف الطلب بتصير نصها فاضي، شو استفدنا؟ idle capacity يعني طاقه عاطله، when demand slackens يعني عندما يتراجع الطلب على
الركاب مثلا على انه الركاب يركبوا بالطياره او علب بيبسي او المنتج او الحليب او وات ايفر. بلانينج از كروشال، التخطيط حاسم مهم جدا. بيكوز اوف بوسيبل تشينجز ان كابيتال ماركتس، because of possible changes in capital markets. ليه؟ لأنه في احتمال تغييرات في الكابيتال ماركت. شو يعني الكابيتال ماركت؟ الكابيتال ماركت اللي هنا لاحظ بلانينج، لأنه الشركة بدها تحصل على أموال إما من الدبت أو من الأموال الذاتية بتاعتها أو من خلال تصدر أسهم أو إلى آخره. انفليشن كمان، تضخم بدخل على الخط، الفلو الطائرة الآن قيمتها كذا، بعد شوي بصير قيمتها كذا، المنتج قيمته كذا، بعد شوي بصير قيمة، يعني انفليشن معناه نقصان القوة الشرائية للعملة. كمان الكابيتال ماركت قد يعني شيء آخر، إنه كيف بك تستثمر أموالك في أنواع الكابيتال المتاحة اللي هي السيئة، مثلا تشتري طيارات ولا تشتري خطوط إنتاج ولا تتاجر بالعقار ولا تبني بنايات ولا ولا ولا، هذا يعتبر كله كابيتال ماركت. انترست ريت، الفائدة على الدبت إذا جبناها من الآخرين، وللبريفيرد ستوك عليها فائدة، والكومون كذلك قديش بدهم عائد، ما فيش فائدة بس قديش بتوقعوا عائد. اند ذا ماني سبلاي، ومن أين نأتي بتلك الأموال. إذا الكابيتال ماركت هون معناته ما دام ذا ماني سبلاي، معناته منين بدنا نجيب الفلوس، معناته الكابيتال ماركت هنا زي ما قلنا انه اي الاصول طويله الاجل التي نريد ان نستثمر بها، واي نوع من الانشطه التي نريد ان نذهب اليها الى اخره. As with every other business decision، كأي قرار في بزنس معين، the tax consequences of new investments، توابع أو ما يترتب على التاكس، الضرائب لما بتستثمر استثمار جديد، and possible disinvestments، لأنه الاستثمار الجديد يؤدي إلى الخلاص من استثمار قديم. Of a replaced assets، يعني عندك طائرة 200 راكب، بدك تجيب طيارة ب 600، بدك تبيع طيارتين 200 راكب، إذا بدك تتخلص من طيارتين، هذه بسموها disinvestments or replaced assets must be considered، يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار. طبعا هذا الكلام زي ما قلت لك كله بصير بدهي لما منكمل الشابتر ومنشوف ما هي الأسئلة اللي احنا بنواجهها، وخاصة في منطقة الكالكوليشنز. As with every other business، اوكي خذناها. طيب، all capital budgeting decision need to be evaluated on an after tax basis. كل الموازنات الرأسمالية، قرارات الموازنات الرأسمالية يجب أن تقيم بناء على إيه؟ بناء على نتائجها بعد التاكس، يعني شو بيأثر عليها التاكس، after tax basis، ما بعد التاكس، يعني في أرقام قبل التاكس وفي أرقام بعد التاكس. إذا دائما الناس تطلع إلى ما بعد التاكس، because طبعا هذا الكلام يتضح أثناء الكالكوليشن، because taxes may affect decision differently. التاكسز بتأثر على القرارات بشكل إيش؟ بشكل كبير، بشكل مميز، بشكل مختلف على القرارات. يعني زي الهند نفترض ما فيهاش تاكس، وفي ألمانيا فيها تاكس عالي. هذه قضية التاكس، يعني من ناحية مبدئية أكيد بدنا نروح على الهند. إذا كان السوق نفسه موجود بالهند، نفسه موجود، طبعا بدنا ناخذ عناصر كثيرة في القرار حتى نقدر نتخذ القرار المناسب. إذا هذه بقول عنها companies that operate in multiple tax jurisdictions، الشركات التي تعمل في أكثر من منطقة فيها أكثر من تاكس، أكثر من تشريع ضريبي، may find the decision process more complex، تجد اتخاذ القرار أكثر، زي ما قلت قبل شوي ألمانيا، الهند، بأمريكا يمكن تتخذ قرارات في different states of America، كل واحدة فيها نظام تاكس مستقل أو بعيد شوي عن نظام التاكس الآخر، إذا هنا تتعقد العملية لأنه التاكسز لها أثر في القرارات اللي حنتخذها في قضية الاستثمار. Another possibility is that special tax concessions. إذا هون في احتمال آخر أو إمكانية أخرى، إنه في عندنا
امتياز او حق ممنوح may be negotiated for locating an investments in a given locally. اذا هناك مرات زي الهند مثلا ما في تاكس، افترض قالوا ما في تاكس، اذا هذا يجب ان يناقش انه ما في تاكس. حق ممنوح لاي شركه تريد ان تزاول بزنس اجنبيه في الهند ما في تاكس من هول 10 سنين، اذا ذات سبيشال تاكس كونسيشن may be negotiated، يجب ان يناقش ومفاوضات يعني تبادل اراء حوارات كذا فور لوكيتنج ان انفستمنت، لوضع الانفستمنت في داخل الهند اللي هي اللوكالي اللي هي المحلي في داخل الهند، اذا هذه يجب ان تؤخذ. وطبعا برضو بالشرح حنيجي لشرح كالكوليشن وحنيجي لاسئله، وكمان بدك انت ليتر اون ترو على، واحنا حنحل مسائل السي بروبلمز ليتر اون، وحنحل مسائل مالتيبل تشويسز بعد ما اخلص البارت الثاني ان شاء الله، بتوضح لك بدي احل بالمئات من المسائل على كل وحده، وبالتالي بدك تتفرج وتحل وكذا، وان شاء الله بالتوفيق. طيب تايبز of cost considered in capital budgeting، ما هي انواع التكاليف التي يجب ان تدرس وتؤخذ بالاعتبار عندما نقوم بتحليل الكابيتال بادجيتنج اللي هي الموازنه الراسماليه. نوت ذيس كوست اولسو ار اولسو كفرد ان ستدي يونت 11 سب يونت 1، اذا لسه هذه حتناقش في شابتر 11 سكشن 1. خلينا نشوف التايبس اوف كوست. ريليفنت كوست ديفر among alternatives، ما هي relevant cost اللي هي لها علاقه بالقرار، اي قرار بترتب عليه التكاليف معينه. ارجع غير انه بدنا نروح عليها هون في يونت 11 سب يونت 1، ارجع لشابتر 5 من البارت الاول كامل على بحكي عن المواضيع هاي. relevant cost are avoidable and may be eliminated by seizing the an activity، اذا بدك تروح انت من مدينه لمدينه بدك تصرف بنزين بالسياره، اوكي اذا قررت ما تروحش ما بتصرفش بنزين، اذا هاي بسموها الافويدبل، هاي اسمها ريليفنت كوست، ولها علاقه دائما بالمستقبل ريليفنت كوست. اوكي ان اكتيفيتي اور باي امبروفينج افشنسي، او انك انت بتروح بدل سياره بتاخذ منك $50 من مدينه لمدينه بنزين، سياره صغيره بتاخذ منك $30، اذا هذه اسمها ريليفنت كوست برضو، يعني فيها افشنسي، يعني في انه بتروح المشوار وبتجيب اللي بدك اياه وكذا بس بتكاليف اقل، علبه البيبسي بدل بالمانيا بتاخذ 50 جرام عندك 70، اذا يا اخي انت بتضيع 20 جرام، اذا هاي الافشنسي تبعت علبه البيبسي، اذا هاي كلها بتقدر تعمل لها بسميها افويدبل كوست لانها ريليفنت، اذا الافشنسي ريليفنت، وكذلك ممكن انك انت تخلص من التكاليف نفسها، بطلت اصنع بيبسي خلاص بوفر الحديد بوفر المي بوفر الخلطه بوفر العمال، بطلت يعني بطلت للفيوتشر، اذا اسمها ريليفنت كوست. كمان في عندنا مصطلح ثاني اسمه ان انكريمنتال كوست اللي هي التكلفه برضه مترتبه على القرار، اذا بدنا نروح على نعمل مشوار معين بدنا نصرف صرف معين، هاي اسمها انكريمنتال او بسموها اديشنال كوست. Is the increase in total cost resulting from selecting one option instead of another؟ بدي اشتري قطعة من أمريكا وقطعة من ألمانيا، من ألمانيا بتكلف 10,000 من أمريكا بتكلف 15، إذا الإنكريمنتال 10,000 و15، الفرق بيناتهم ديفرنشال، مرت علينا زي ما قلنا في شابتر 5 من البارت الأول، إذا الإنكريمنتال 10 انكريمنتال امريكا 15، انكريمنتال المانيا 10، بدناش نقارن بس هذا اسمه انكريمنتال اديشنال، يعني طب بدكيش تروح بتوفرهم. طيب ريليفنت كوست، كوست ما لهاش علاقه بالقرار، لا ترتبط بالقرار الذي احنا قلنا دائما السي ام اي كلها فيوتشر اورينتد اللي هي المحاسب الاداري كلها فيوتشر اورينتد مش زي الفاينانشال اكاونتنج هيستوريكال اورينتد ماضي، هذه كلها فيوتشر، شو بدك تعمل بالمستقبل، المدراء كلهم بيفكروا دائما شو بدهم يعملوا بالمستقبل، اذا الريليفنت كوست يعني التكاليف التي ليست لها علاقه بالقرار مش مرتبطه فيه. دو نوت فاري بتوين ديفرنت الترناتيفز، وين ما رحت هذه ما لها علاقه ثابته حصلت خلص حصلت بدك تدفعها او بدك تتحملها، اذا ما لها علاقه تروح على A ولا B ولا C ولا D. And therefore do not affect the decision، ما لهمش علاقة بالقرار لأنه ما بترتب على عليها الريليفنت كوست هذه، ما بتقدر تقول والله أروح ولا ما أروح، لا هذه حاصلة حاصلة، لذلك بيسموها sunk cost تكاليف غارقة، زي ما قلنا المغسلة اسمها سينك بتحط فيها الماء تقدرش ترجعها، إذا هي غارقة تكاليف غارقة
sink sank ماضي sink، إذا تكاليف غارقة خلاص راحت عليك، إذا cannot be avoided بتقدرش تتخلص منها تتلاشاها because it occurred in the past لأنها حصلت بالماضي، ما بتقدر تقول والله بدي أرجع أفتح التاريخ من جديد، ما بنفتح التاريخ. sunk cost is irrelevant، sunk cost is irrelevant، إذا التكاليف الغارقة هي غير مناسبة، غير ليست لها علاقة بأي قرار تريد أن تتخذه بالمستقبل because it has already been incurred، لأنها already حصلت and cannot be changed ولا تستطيع تغييرها. أوكي؟ An example is the amount of money already spent on manufacturing equipment، فلوس صرفتها على آلية معينة اشتريتها للمصنع. تقول والله بطلت؟ ما في بطلت، صرفتها خلاص راحت. Sunk cost. أوكي؟ Spent on manufacturing equipment على آلية للمصنع. Committed cost، committed cost تم الالتزام بها، تكاليف تم الارتباط فيها غصب عنك بدك تتحملها، سواء دفعتها ولا بدك تدفعها بالمستقبل، you will pay it. Okay. Is a cost that will be incurred in the future، ستحصل في المستقبل. طبعا إذا دفعتها كانت sunk، وإذا بدك تدفعها معناته committed. Due to previously made decision، بناء على قرارات سابقة، زي واحد وقع عقد إيجار لمدة 3 سنين، خلص العقد ملزم بدك تدفع. إذا هذا اسمه committed cost. An example is future lease payment in a long term lease، عبارة عن مدفوعات بدك تدفعها بالمستقبل على العقد طويل الأجل. Capital lease. Okay. أو حتى operating lease، متعاقد على 5 سنين بدك تدفع. المهم بدك تدفع بالمستقبل سواء capital ولا operating. The stages in capital budgeting. Capital budgeting الموازنة الرأسمالية، ما هي الخطوات التي يجب أن تمر بها الشركة؟ Identification and definition، أولا تحديد وتعريف. Those projects and programs that are needed to attain the entity objectives are identified and defined. إذا المشاريع أو البرامج التي تحتاجها الشركة من أجل تحقيق أهدافها التي تخطط لها are identified، تحدد وتعرف هذه المشاريع. عندك عدة مشاريع، بدنا نعمل مشروع عقار، بدنا نعمل مشروع مشروبات غازية، خطوط طيران كذا، عندنا فلوس وبدنا نشتغل بس الفلوس limited. For example a firm that wishes to be a low cost producer، الشركة التي تريد أو ترغب أن تكون منتجة على low cost producer يعني التكاليف قليلة، المنتج قليل التكلفة. In its industry، في الصناعة اللي هي تنتمي إلها، will be interested in investing in more efficient manufacturing machinery، بدهم يدوروا على آليات very efficient وبالتالي تطلع منتج بأقل التكاليف. Investing يعني بدوروا، investing يعني يستثمروا بآلات معينة بتطلع منتجات بتكاليف قليلة. A company that wishes to quickly expand، الشركة التي ترغب بأنها تتمدد بسرعة into new markets لأسواق جديدة، will look to acquiring another established firm، بروحوا شو بدل ما يشتروا آلات بروحوا بيشتروا الآلة، بيشتروا الشركة. Acquiring الحصول يعني من acquisition الحصول يعني شراء شركة another established firm موجودة بالسوق بالهند، بروح نشتري شركة بالهند وخلص ومنقويها ومنجددها ومنظبطها وبعدين نشتغل البزنس، ما بننشئ شركة جديدة. إذا هذه بسرعة ليت أنا أروح أعمل مصنع، ما هو المصنع جاهز بشتريه وببدأ أنتج من خلال أنه إدارة جديدة وإمكانية جديدة وتكنولوجيا جديدة وإلى آخره. 2 defining the projects and programs determines their extent and facilitate cost. إذا هنا قلنا قبل الإشي identification and defining definition، هاي defining، هلا حددنا identification، هلا بنقول defining the project، منحدد المشروع and programs البرامج. Determines هذا التحديد أو التعريف بيسموه، هيا identification تحديد، هذا تعريف، هذا التعريف لذلك المشروع أو ذلك البرنامج اللي بدها تعمله الشركة يقرر أو يحدد their extent and facilitates cost، يحدد المدى والنطاق الذي يجب أن تشتغل به الشركة، وكذلك هذا التعريف يسهل احتساب التكاليف، تحديد المدى وتسهيل التكاليف، التعريف تبع their extent and facilitates costs.
ريفينيو اند كاش فلو استيميشن، كمان نستطيع تقدير الايرادات ونستطيع تقدير بهمنا بالنهايه الكاش، لانه موضوعنا حيكون الى حد ما متاثر في الكاش. الموضوع هلا اللي هو الانفستمنت، بدك تجيب طياره، تشتري طياره بتكلفك 100 مليون 200 مليون يمكن قديش 500 مليون، الطياره بعدين ما بدك تطلع شو الكاش اللي بده يجيك من وراء هالمشروع هذا، اذا الكاش اساسي. This stage is the most difficult. أصعب شيء إنك أنت تحدد، تعرف ما هو المشروع، ما هو البرنامج. هذا المشروع والبرنامج بيحدد لك المدى والنطاق الذي ستعمل به بذلك المشروع، وكمان إيش؟ تسهيل التكاليف. طيب، تسهيل احتساب طبعا، وتسهيل كيف إنه إحنا نبني المنتج. بده أكيد بده دراسات، وبدك تشوف من المواد الخام ومكونات المواد الخام والكهرباء والمش عارف شو والأوفرهيد والفاريبل كوست والفيكس كوست والدايركت ماتيريال والدايركت ليبر، القضايا هذه كلياتها. سيرش، بعد ذلك تبحث. Potential investments are subject to preliminary evaluation by representative. إذا في عندنا استثمارات ممكنة، potential كامنة ممكنة، are subjected to preliminary، لازم تعمل evaluation مبدئي لذلك الاستثمار، by representatives from such function in the entity value chain. بتطلع مندوب من المالية، بتطلع مندوب من التصنيع، مندوب من التسويق، مندوب من كذا، مندوب من المشتريات، مندوب هذا، عدة إدارات functions، عدة إدارات بقوموا بعملية تقييم لذلك المشروع الذي نريد أن أو نبحث عن مشاريع ممكن. هاي سيرش، لأنه هون بقول سيرش. شو بقول هون؟ ديسمال بروجكتس، يعني المشاريع الضبابية الكائن القاتم اللي ما احنا قادرين نفهمها شو قصتها ابعدها. ار ديسمست، يلا طلعوها برا. نفترض طلعوا 10 مشاريع، طلعوا 5 برا، بضلوا 5 ات ذيس بوينت. وايل اذرز ار باست اون فور فاردر ايفالويشن، والباقي اللي هاللجنة هاي المكونة من الفانكشنز المختلفة، مندوبين من الفانكشنز، اوكي، قالوا والله هاي ممكنة، اذا بنروح عليها دراسات اكثر، بنمررها من هذه المرحلة الى مرحلة دراسات اكثر. لاحظ هون عندنا ايدنتيفيكيشن، بعدين ديفينيشن، وبعدين سيرش، اوكي، وبعدين يا سيدي العزيز انفورميشن اكويزيشن. بدك تحصل على معلومات بعد ما تحدد الخمس مشاريع اللي بدك تشتغل عليها، معلومات، حصول على معلومات. The costs and benefits of the projects that passed the search phase are enumerated. المنافع، التكاليف والفوائد، المنافع، الإيرادات يعني، of the project that passed، اللي مرروها اللجنة هذول، كانوا 10 شالوا 5 وخلوا 5. The search phase، السيرش phase are enumerated. هلا بيبدو هون. واحد quantitative financial measures، لازم في calculations مالي. are given the most scrutiny at this point، يعني تعطى أكثر الاهتمامات اللي هي صاحبة المقاييس، يعني معنى المقاييس المالية، قديش بتكلف، قديش إيرادات، قديش سعر البيع، قديش سعر الشراء، قديش سعر النقل، قديش كذا، قديش ثمن الآلي، قديش الديبريشيشن، هاي كلها يجب أن تأخذ بالاعتبار. These include initial investments and periodic cash flow. هاي ممتاز، هاي بتوسر لك قديش بتكلفنا طائرة 600 راكب، وقديش بده يجينا كاش لحد عمر الطائرة 10 سنوات، قديش بده يجينا كاش كل سنة، كل شهر، كل مدة، كل ربع سنة، كل نص سنة، إلى آخره. إذا هاي كلها financial measures. في إشي اسمه non-financial measures، كنا من زمان نحكي بالبارت الأول. في إشي اسمه quantitative، في إشي اسمه qualitative. بس هنا سماها financial، فلوس، وقد تكون الكوانتيتيف اكثر من فلوس، كوانتيتيف اطوال واوزان وكذا. لا، هنا النون فاينانشال ماجرز التي هي عباره عن بوث كوانتيتيف اند كواليتيتيف، لكن ليس لها علاقه بالفلوس. ار اولسو ايدنتيفايد اند ادريست، يجب ان تحدد ويجب ايش ان تفهم وتدرس وكذا. اكزامبل انكلود ذا نيد فور اديشنال تريننج. مشروعك شويه
متقدم هايلي سوفيستيكيتد، معناته بدك تعمل اديشنال تريننج، يعني تدريب جديد اضافي، تدريب اضافي اون نيو اكويبمنت، على الالات الجديده. هذا اسمه نون فاينانشال ميجرز. And higher customer satisfaction based on improved product quality. كمان بدك تطلع بمنتج رائع جدا للكاستمر، تشده، تغريه، تجذبه، تخليه يسقف لك وخليه يحكي لزملائه، للناس المستهلكين عن ذلك المنتج. إذا الكاستمر ساتسفاكشن هذا اسمه نون فاينانشال ميجرز. Based on improved كيف بده يكون كواليتي، كواليتي بالكفاءة، بالأداء، بالشكل، بالديزاين، بكذا إلى آخره، بالعمر إلى. Also uncertainty about technological developments. كمان هذه بتدخل تحت النون فاينانشال ميجرز. احنا بنشتغل بتكنولوجيا معينه والله اعلم بعد سنتين ثلاث يطلع تكنولوجيا جديده، زي ما صار بنوكيا، طلعت تكنولوجيا راحت شركه نوكيا نهائيا. ديماند، هذا كمان uncertainty بالديماند، يزيد الطلب ولا ينقص الطلب، يطلع منتج ينافسنا ولا لا، ها competitors المنافسين. كمان actions، الاكشن تبع المنافسين حيخلوك بحالك ولا حيدخلوا معك ينافسوك على المنتج تبعك اللي انت طلعته. governmental regulations، الدولة تعطيك regulations تسهل عليك ولا تصعب عليك، ولا تفرض ضرائب ولا كذا، ولا ممنوع ولا مسموح، ولا الى اخره. قضايا كثيرة بالgovernmental regulations and economic conditions should be considered، والوضع الاقتصادي تبع البلد، تبع المنطقة اللي انت بتتعامل معها، تبع الكاستمرز اللي انت بتتعامل معهم بتبيعهم، بدك تشوف الأوضاع الاقتصادية تسمح ولا لا تسمح بالمنتج تبعك. كل هذه الأمور يجب أن تأخذ بالاعتبار. دي كمان كلها تابع، لاحظوا تابعين لمين؟ The stages in capital budgeting. تمام؟ طبعا زي ما قلنا كل التركيز هون بحكي عن مشروع طويل الأجل، أصول طويلة الأجل. هلا بدك تعمل selection بعد ما عمل دراستك financial and وينها financial measures اللي هي quantitative و non-financial measures quantitative ولا qualitative. بدك تأخذ الآن selection، تختار employing one of the selection models، تختار which one. net present value، طبعا بدك تطلع لكل مشروع من المشاريع net present value، يعني قديش cash out وقديش يجينا cash in، بس بالpresent value مخصوما بسعر ايه الفائدة present value تبعته، منطلع الفرق بين اثنين. الآن نفترض بدنا ندفع 500,000 وبده يجينا 550,000، 550,000 بالpresent value بجوز يجينا 700، بس ال 700 قيمته الآن 550,000، الفرق بيناتهم 50، معناته اوكي ماشي الحال. إذا net present value IRR مرينا عليها، ETC حنيجيها طبعا، هذه don't worry جيها، إذا ما جيناش باليونت تايب بالكالكوليشنز حنيجيها بيونت بعديها، بس أنا بعرف أنها موجودة في هذا البارت في نهاية الشباتر. And relevant non-financial measures، relevant non-financial measures، هيها ال non-financial measures وينها؟ هيها relevant non-financial measures اللي هي quantitative qualitative إلى آخره، أوكي؟ يجب أن تأخذ بالاعتبار. The projects that will be will، طبعا شفناها احنا شو نوعياتها. The product that will increase shareholder value by the greatest margin is chosen for implementation. اذا اي مشروع، اي project، اي مشروع، يعني الاصول مشروع، بدنا نفتح شركه مشروع، بدنا نسيطر على شركه مشروع، بدنا نجيب طياره يعني مشروع. increase shareholder value، المشروع الذي سيزيد من قيمه اسهم المساهمين الكومون شير هولدرز، المارجن تبعهم باي ذا جريتست مارجن. يعني شو جريتست مارجن؟ كان حقه السهم قيمته ب 10 دولار صار 15، يعني 5 ايرنينج بير شير نفترض بالسنه الاولى او على مدى سنوات او كذا. از ار تشوزن فور امبلمنتيشن، يختار، يتم اختياره للانجاز، يعني خلاص نبدا ننفذ للتنفيذ. فاينانسينج، الفاينانسينج بدنا نجيب اموال، منين بدنا نجيب اموال؟ سورس اوف فاندز فور سيلكتد بروجكتس ار ايدنتيفايد، مصادر الاموال لاي مشروع من المشاريع يجب ان تحدد المصادر. بدنا نجيب دبت، قرض من البنك، بانز، كمبيالات طبعا من البنك اكيد، او نصدر اسهم ممتازه او اسهم عاديه. These can come from companies operation، او الشركه مش حتوزع ديفيدند وتجمع اموال واموال وتروح تمتد
وتتوسع وتشتري بذا تعمل ذلك الاستثمار. إذا من الشغل تبع الشركة يعني ار اي ريتيند ايرنينج ذا ايشوانس اوف ديبت، او يصدروا سندات جديده ويجيبوا اموال من برا مكتتبين وكذا، هاي هي اموال تعتبر فاينانسينج. اور ذا سيل اوف ذا كمباني ستاك، او يصدروا ستاك، ما قالش بريفيرد ولا كومون، اذا بوث اوف ذم بريفيرد بالفائده والكومون اللي هي على اساس الارباح المتوقعه، يعني انه قديش الباقي من الارباح توزع عليهم اللي هي باسم الايرنينج بير شير. امبلمنتيشن اند مونيتورنج، بعد التنفيذ هيو قال لك choosing for implementation، واخذ هون بالاعتبار الفاينانسينج implementation and monitoring، بدك تنفذ وبدك تراقب زي اللي قاعد على ما معلش يعني ما تاخذوش مني، قاعد على مطحنه بده يطلع طحين بطريقه معينه، بده يظله قاعد يراقب بالعجلات كيف تشتغل وبالطحين كيف بيطلع وكذا، اذروايز حيطلع البرودكت مش مناسب. اذا هنا امبلمنتيشن زمني بمعنى التنفيذ شهر ورا شهر ورا شهر، مقارنه النتائج الفعليه مع النتائج المتوقعه بالبادجت. وانس المونيتورنج يعني مراقبه، وانس بروجكتس ار اندر واي، اذا كان المشروع عم بيعاني they must be kept on schedule and within budgetary constraint. Underway. لا سوري هنا ال underway معناته بدأ يشتغل. إذا once the project are underway مش معناته متأخر، لا بدأ يشتغل. أنا يعني مرات الفهم اللغوي بيجيش بنفس الجملة إلا بعد ما تقراها. إذا بالفقرة هون بقول انه اندر واي معناته خلص اشتغلنا، بدا يشتغل، صار يشتغل، صار يطلع منتجات، صرنا نبيع، هذا اندر واي. They must be kept on schedule، يجب ان يوضع حسب جدول زمني شهر ورا شهر، ونقارن with the budgetary constraint. شو يعني budgetary constraint؟ يعني قيود موازنه، قيود تقديريه موازنه. يعني أنا مقرر بس الشهر الأول أبيع 120، أنتج 120 وبيع 120، طب ما طلع غير 100، إذا هنا في رقابة، ليش 100؟ ابحث يلا بسرعة، وظلك اشتغل، ابحث بسرعة وصحح وظلك اشتغل. طبعًا زي ما قلنا بدك تروح على البادجت تفهمها مش غلط، تفهمها في البارت الأول في شابتر 10. The step also involves determining whether previously unforeseen problems. أثناء الأندرواي، سوري اثناء الاندر واي هذه بدات تظهر عندي مشاكل unforeseen problems ما كنا ندري عنها اثناء الخطه or opportunities في problems لكن في opportunities بدات تظهر عندنا فرص رائعه بانه سنصدر الى الدوله الفلانيه جارتنا مثلا have arisen ظهرت and what changes in a plan are appropriate work. وهذا يقتضي تغيير الخطة لأن الخطة كانت على نطاق معين، هلأ صار عندي يا مشاكل ظهرت وبالتالي هذا النطاق يمكن يصير في ضيق وكذا ومشاكل وقوانين دولة وقوانين ظروف حرب وكورونا لا سمح الله ومش عارف شو، أو أن هناك فرصا ظهرت أنه في دولة إجت منها شركة بدها تستورد من عندك بضاعة معينة، أو الدولة بدها تستورد بضاعة، أو دولتك فتحت الحدود على الدولة الفلانية أو هكذا، أوكي، أو رفعت الجمارك على بضاعتك في مكان معين، هذه يسموها opportunities. بناء على ذلك فعليك أن تعيد بسموها البادجت ريفيجن. البادجت ريفيجن يعني إعادة البادجت أو دراسة البادجت وإعادة احتساب الأرقام من جديد، وبالتالي بدك تشوف الأمور هاي وتأخذها بالاعتبار are appropriate. إذا لابد ما تعمل تغيير في الخطة، وهي هذا التغيير يجب أن يكون مناسب، يجب أن يكون تغيير، يعني التغيير هو المناسب. يعني التغيير شو معناته؟ المناسب عندما تكتشف أن هناك مشاكل أو تكتشف أن هناك opportunities رائعة، فالمناسب أن تغير الخطة. أوكي؟ steps in ranking potential investments. هلا كيف بدنا نعمل ترتيب A B C أو الرقم واحد الأفضل واحد بعدين اثنين، إذا ما ضبطش اثنين بروح على ثلاث، إذا ما ضبطش ثلاث بروح على أربعة وهكذا. capital budgeting requires choosing among investment proposals. تختار تتطلب اختيار بين المقترحات الاستثمارية اللي قلنا عنهم قبل شوي خمسة. thus ranking
procedure for such decision is needed. فعلينا أن نعمل إجراءات ترتيبية. ترتيبية يعني بمعنى ترتيب حسب الأولوية، يعني تقول هذا المشروع أفضل، A أفضل من B، B أفضل من C، وهكذا. The following are steps in ranking procedure. كيف بنا نتخذ الإجراءات من في عملية الرانكينج؟ Determine the asset cost or net investments. قديش تكلفة الأسيت اللي بدنا نشتريها؟ طيارة نفتر، أو خط إنتاج بدنا نجيبه من ألمانيا. Or net investments، صافي الاستثمار. خلينا نشوف. The net investments is the net outlay. شو يعني net outlay؟ يعني فلوس بدها تطلع من جيبتك من الشركة. Or gross cash requirement، أو كمية الكاش التي يجب إجمالي الكاش بده يطلع من عندك. Minus cash recovered from the trade or sale of existing assets. مقابله شو؟ بدك تدفع مثلا مليون، بس عندك أصل، لما بيجي الأصل هذاك بدك تبيع هذا 100,000، إذا الصافي بصير 900,000، مليون ناقص 100. إذا هاي minus cash recovered from the trade or sale of existing assets. يا بتبيع الأصل يا بتبدله، الأصل القديم بالأصل الجديد. الأصل الجديد مليون، بأخذوا منك للأصل القديم بيعطوك إياه، بيعطوك عليه 100,000، يضرب بصفي 900. هذا بسموه تريد. تريد معناها التبادل أو الاتجار به، يعني أنك واحدة محل واحدة، سيارة محل سيارة، هاي الفكرة. طيارة محل طيارة، بدي 600 راكب بس عندي طيارة 200 راكب، خذوا لي إياها، بحسبوا لك إياها، بعطوك خصم عليها قيمة، ويقول لك نأخذها منك بكذا، وبدنا منك معناته الصافي كذا. With any necessary adjustments for applicable tax consequences. وهناك آثار للتاكس على هذا المشروع حنجي بعد شوية، لازم تأخذ ذلك في الاعتبار. طبعا حنجي بالcalculations هنا هنا هنا، شايفينه؟ حاجي الآن، اصبروا علي شوي مشان تكون العملية إن شاء الله واضحة. Cash outflows in subsequent periods also must be in subsequent period must be considered. كمان مش بس بدك تدفع مرة واحدة cash outflow، حيجيك cash inflow، وحتبيع الأصل ويجيك cash inflow، لكن أحيانا بدك تدفع cash outflow بعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاث حتى تقدر تستمر إنه الأصل هذا يبغى يشتغل. إذا معناته في cash outflow later on بالسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بدك تأخذ ذلك في الاعتبار، برضو بدك تطلع present value. Moreover, the investment required includes funds to provide for increase in networking capital. كمان بدك تفتح خطوط طيران، وبدك تجيب طيارة أو ثنتين بشيلوا 600 راكب، بس طبعا بدكش تدفع، بدكش يكون عندك شوية بضاعة بالمخازن، قطع غيار كذا، بدكش يكون عندك شوية كاش، بدك تجي تدفع رواتب، بدكش يكون عندك شوية، يعني بهالمعنى إذا بتبيع بضاعة معناته ريسيفيبل، إذا لازم يكون عندك وركينج كابيتال. نت وركينج كابيتال اللي هو كرنت اسيتس ناقص كرنت لايبيليتيز. فور اكزامبل اديشنال ريسيفيبل اند انفنتوري، بدك تحط فلوس بالريسيفيبل مشان تعرف تبيع. بدك تقول له يا عمي بصبر عليك 30 يوم او 60 يوم، هذا بده فلوس، بدك تجيب فلوس وتضخ بالسوق، لانه اذا بده يشتري منك وتبيع اكثر وتنافس غيرك بالسوق بدك تتحمل ياخذ منك دين لمده 30 يوم او 60 يوم حتى يدفع لك. اذا في ريسيفيبل وفي انفنتوري، بدك تشتري بضاعه، والبضاعه بدك تشتريها منتقى، والبضاعه تحط لها مخازن ومش عارف، واكيد حتشتري على حساب على كاونت بيبل، بس برضه بدك تاخذ ذلك في الاعتبار، هي جزء من البضاعه، البضاعه جزء من الكرنت اسيتس، كرنت اسيتس ناقص كرنت لايبيليتيز اللي هي الوركينج كابيتال. ريزلتنج فروم ذا اكوزيشن اوف نيو مانيفاكتشرنج بلانت، هذه النتيجه بدون ما تحصل على بلانت جديده، خط انتاج البيبسي او خط انتاج واتيفر الالبان الى اخره، لازم يكون عندك شويه وركينج كابيتال. The change in net working capital is treated as initial cost of the investments. يعني شو؟ يعني النت وركينج كابيتال، افترض انت كنت عندك شركه قائمه وشغاله، اوكي؟ بس هذا اقتضى انه يكون عندك كمان نت وركينج كابيتال جديده زياده عن القديم مليون، هذا المليون بدك تاخذه في الحساب. بده يدخل عندك بالكالكوليشن تبع الفلوس، منين بدك تجيبه؟ فلوس بدك تجيبها. اذا كاش اوت فلو، initial cost of the investments cash outflow that will be recovered at the end of the project. لما بيسكر هذا المشروع بنهايته بعد ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين، نفترض بدك تسكر المشروع، هذول الوركينج كابيتال بالصف وبرجعوا لك، حيرجعوا لك، بس the salvage value is equal to the initial cost. طبعا السلفج فاليو كمان بده تيجيك فلوس لما الاصل هذا تبعك الجديد اللي اشتريته ب 500,000 او مليون
بعد 5 سنين أو 10 سنين لمدة تبعته بدك تبيعه بيجيب لك 100,000، هذا كمان بدك تأخذه في الاعتبار. إذا في كاش كثير بدك تأخذه في الاعتبار، كاش إن كاش أوت. اثنين، كالكوليت استيميتد كاش فلوز. شو يعني كالكوليت استيميتد كاش فلو؟ بدك تقرر قديش بده يكون عندك كاش period by period، سنة ورا سنة. وحنشوف عندي مسائل بالموضوع هذا. using the acquired assets، شو الacquired assets؟ ما السبب انه يعني هلا انا اول اشي بجيب اصل، الاصل بده كاش، بده 500,000 كاش بين قوسين، كاش اوت هاي 500,000، اول ضربة بدها 500,000، او الطيارة بدها 100 مليون. اذا reliable estimates of cost saving or revenue are necessary، لازم تحسب حساباتك بدقة بثقة محسوبة بشكل صحيح. of cost saving، شو يعني cost saving؟ يعني انك انت بدك توفر فلوس. ليش بدك تدخل بالمشروع الجديد؟ لانه المشروع القديم عم بضيع عليك فلوس كثير، عم بضيع عليك ماتيريال، بضيع عليك كذا، بضيع عليك efficiency، ان efficient انت. بتجيب الآلة الجديدة بتصير مور efficient، اوكي؟ or revenue are necessary، تحسب الريفينيو اللي بده يجيك. برضه حنيجيها. نت كاش فلو از ذا ايكونوميك بينيفيت اوف اور كوست. النت كاش فلو شو يعني؟ النت كاش فلو يعني كاش اوت كاش ان، هذا النت، النت بين الان والاوت بصير نت كاش فلو. فهو عباره عن ايكونوميك بينيفيت اور كوست، يعني التكلفه الاقتصاديه او المنفعه الاقتصاديه. طبعا الايكونوميك بينيفيت بدنا ناخذ بالاعتبار الاوبورتيونيتي كوست، حنحسب الايكونوميك بينيفيت. يعني زي واحد حط 100,000 بمحل معين، قالوا له ال 100,000 لو حطيتهم بالبنك بيجي 10%، بيجيك 10,000. طلع المحاسبه عنده 20,000 ربحان، بنقول له يا سيدي الربح الاقتصادي تبعك 20 ناقص 10 الاوبورتيونيتي كوست، بيطلع عندك 10,000 فقط ايكونوميك كوست، ايكونوميك بروفيت، ايكونوميك بروفيت، يعني انت ربحان 10 مش 20. محاسبيا 20 ما شاء الله كويس، بس لو حطيتهم بيجوا لك 10 اللي هي بسموها الاوبورتيونيتي كوست او النكست بيست الترنتيف ريزلتنج فروم ذا انفستمنت. اوكي، ناتج من الاستثمار. ايكونوميك لايف از ذا تايم، ما هي مده عمر الاصل الجديد؟ از ذا تايم period over which the benefits of the investments proposal are expected to be obtained. قديش بدها تعيش الطياره؟ 10 سنين حتضل تجيب فلوس benefits. as distinguished from a physical or technical life of the assets involved. هذه ما لهاش علاقه في عندنا economic life، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه الطياره اقتصاديا بتعيش 15 سنين بس، فعليا بتعيش 15 بس، ما بتصير تخرب كثير وبصير ما عليهاش اقبال كثير وكذا. يعني هو بيحكوا عن اللايف زي سياره زي كمبيوتر، اول سنتين ثلاث في خير بعدين خلص. اوكي، اذا بحكي عن الايكونوميك لايف مش الفيزيكال لايف. الكمبيوتر بيعيش 10 سنين بس، شو الفائده بعد 3 سنين خلص بدك تجيب واحد بداله. اوكي، هذه الفكره للتوضيح فقط. تكنيكال لايف اوف ذا اسيتس انفولد. ديبريشيبل لايف is the period used for accounting and tax purposes over which cost is to be systematically and rationally allocated. شو هي المدة الحياة التي يجب أن يستهلك عليها الأصل؟ depreciable life. period used for accounting and tax purposes. في مرات بالمحاسبة إحنا بدفاترنا نستهلك 10 سنين، الدولة اللي هي الضريبة دائرة الضريبة تقول لك يا عم استهلك على 5، إذا هناك في تاكس عندهم من وجهة نظرهم بيعتبروا عندهم القيمة الدفترية للأصل تختلف عن القيمة الدفترية عندك، لذلك عندك اسمهم عندهم تاكس بيسز، وأنت عندك محاسبة عادية يعني أكاونتينج بيسز خلينا نسميها. إذا هذه الأمور يجب أن تأخذ بالاعتبار. over which cost is to be systematically and rationally allocated، تقسم بشكل طبعا معقول، يعني معقول بحيث أنه لها علاقة بالإنتاج وما تخربش كثير وكذا، يعني القي الفترة الإنتاجية الفعلية للشركة الاقتصادية. It is based upon permissible or standard guidelines. شو يعني؟ and may have no particular relevance to economic life. يعني بمعنى permissible or standard، يعني في شيء في 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 قوانين بتحطها الدولة إدارة الضريبة إنه والله سيارة تستهلك على 5 سنين أو على accelerated method أو على sum of year digits.
وانت بتحط على الستريت لاين. اذا هذه كلها تعتبر معايير جايد لاينز على اساس سيتم تقسيم حياه الاصل على تلك الفتره او على الفتره، سواء من وجهه نظر دائره الضريبه او من وجهه نظر المحاسبه تبعت الشركه، لانه بصير قانونا بصير لما بتروح على تقدم الاقرار تبع الضريبه هم بيعدلوا بناء على وجهه نظرهم وبفرضوا عليك الضريبه اللي هم بدهم اياها. And may have no particular relevance to economic life. May have no particular relevance to economic. هذا ما لهوش علاقة بمدة حياة الكمبيوتر، ممكن يعيش 6 سنين، حتستهلك إياه آخر 6 سنين، سنتين بكفي، 3 سنين بكفي وذات ست، بكون طلع كمبيوتر جديد، موديل جديد، كباسيتي جديد، جيجا جديد، مش عارف شو إلى آخره. ميجا بايت، هذه الأمور مش فيها. Because depreciation is deductible for income tax purposes. نعم depreciation يجب to be deductible من قائمة الدخل. Thereby shielding some revenue. هلا لما تحط انت depreciation ناقص depreciation معناته حرم دائرة الضريبة من income بقيمة depreciation هذا ب 40%. إذا شو بسموه tax shield. Thereby shielding some revenue from taxation. يعني انت كأنك حرمتهم، يعني أخذت شوية إيرادات منهم وحميتها، خبيتها بس بمعرفتهم مش بغش. خبيتها يعني اتقيتهم، اتقيت منهم، حميتها بقانون، هم قانونهم بقول لك اطرح الديبريشيشن. شو معناته؟ حرمتهم من ايرادات بدهم اياها هم، حرمتهم. هي بالنسبه لك تعتبر شو الديبريشيشن؟ مصروف. لما بتحط مصروف معناته حرمتهم من ايه؟ من مبلغ اخر تدفع لهم اياه اكثر. اذا انت حققت ايراد بهذا الموضوع. ديبريشيشن جيفز rise to a depreciation tax shield. وين ما في depreciation معناته في عندنا depreciation tax shield، يعني ترس واقي، ترس واقي تحمي نفسك من دائرة الضريبة انك تدفع مبلغ معين. حنيجي للتفاصيل طبعا الكالكوليشنز. relate the cash flow benefits to their cost. بدك تعادل بين الكاش فلو benefits والتكاليف by using one of several methods to evaluate the advantage of purchasing the assets. Advantage of purchasing the assets. شو يعني advantages؟ The advantage of purchasing the assets. هلا بقول هون طبعا عندنا اثنين ABs، اثنين عندنا 4 عنوان. 1 determine the assets cost of or net investment. اوكي ماشي الحال. Calculate estimated cash flow. اوكي. وبعدين 3 relate the cash flow benefits to their cost. يعني دائما بدك تربط بين الكاش ان والكاش اوت اللي خرج وتسبب بذلك الكاش ان. رائع النقطة هاي. By using one of several methods to evaluate the advantage of purchasing assets. اذا باستخدام واحدة من عدة طرق لنقيم انه ما هي منافع انك انت تشتري اصل. بدك تشتري اصل، ليه بدك تشتري الاصل؟ لانه انت دارس وعامل دراسة انه الاصل بتدفع الان في 500,000 بده يجيب لك يمكن 600-700,000 على مدى 5 سنوات، ويمكن البريزنت فاليو يعني القيمة الحالية، يمكن بالقيمة المطلقة يجيب لك 1,000,000 بس قيمتهم الحالية الآن 600-700,000. إذا أوكي جو أهيد أند دو إت. إذا هاي قضية إيه؟ قضية إنه بدك تربط بين الكاش أوت اللي هي التكلفة والكاش إن اللي هي المنفعة البنفيتس. رانك ذا انفستمنتس. هلا هاي بتطبق على كل المشاريع، هذا مشروع هذا مشروع هذا مشروع هذا مشروع. بعدين بقول لك رتب الانفستمنتس. Firms hurdle rate is the minimum rate of return on a project or investments that an investor is willing to accept. الشركة بتقول لك أنا أقل من 15% أبقبلش، أو الانفستر أو مجلس الإدارة ممثل الجمعية العمومية بقول لك إحنا ما بنقبلش أي استثمار تفوتوا عليه أقل من 15%. إذا هاي بيسموها الهاردل ريت، العقبة، الكأداء، العقبة الصعبة التي يجب على الإدارة ألا تفكر بأي استثمار يأتيها بأقل من 15. حدد لك صاحب الشركة الفائدة. أوكي؟ إذا هاي اسمها هارد ريت، بسموها النسبة التي يجب ألا تقل عنها إيراد الربح تبع الشركة. النسبة أو النسبة المقبولة، يعني ما بقبلش الانفستر أقل منها. أوكي؟ is the minimum rate of return on a project or investment that an investor is willing to accept. إذا بقبلش أقل من 15. The riskier the project, the higher the hurdle rate.
كل ما كان اكيد المشروع كل ما كان فيه مخاطر اعلى بده يكون عائد اعلى. مش معقول انا ادخل في مشروع في مخاطر عاليه وما اقبلش غير 15% زي مشروع ثاني تجاره سكر ورز واقول له بدي 15. لا، تجاره الذهب اكيد بدها اعلى، تجاره البزنس اللي فيه مخاطر اعلى بده عائد اعلى، بده فائده اعلى، بده هارد ريت اعلى. The lower the firm discount rate, the lower the acceptable hard rate. Discount rate شو هي؟ اللي هي الفائدة التي يتم خصم المبالغ التي ستأتيها بالمستقبل. أوكي؟ فكل ما كانت الديسكاونت ريت منخفضة معناته الهارد ريت، بمعنى إنه الهارد ريت مرتبطة بفائدة السوق. That's it. A common pitfall in capital budgeting. في عندهم أخطاء، مشاكل في الموازنة الرأسمالية is the tendency to use a company current rate of return as a hard rate. بقول لك هذه من المشاكل أو الأخطاء أو السقطات، سقطات العامل اللي بيقع فيها في عملية الموازنة تبعت الكابيتال، إنه الشركة بتحط الكارنت ريت اوف ريتيرن العائد تبعها اللي هي الار او اي بتحط بتعملها هي الهارد ريت. هذا غلط، لانه الار او اي تعني نت انكم على افريج توتال اسيتس. مرت علينا. This can lead to rejecting projects that should be accepted. ارجعوا ل بارت 1 شابتر 12، هناك بيعطيك معلومه دقيقه بهذا الموضوع. خطأ انك انت دائما تفكر بانك تاخذ مشروع جديد وتقول بدي منه ما يساوي العائد تبعي الار او اي على الانفستمنت الحالي to be accepted. شوف، this can lead to project to rejecting project that should be. اذا انا مطلع 10% الار او اي عندي بالشركه ريتيرن انفستمنت نت انكم على توتال اسيتس الافرج توتال اسيتس 10%، وجاني مشروع بيعطيني 8%، ما بدي ارفضه بالطريقه هاي، بدي ارفضه. بقول لك لا، خاطئ انك ترفضه، لانه هذا بيعطيك ادد فاليو. تذكروا الريزيدجوال انكم، استخدموا طريقه الريزيدجوال انكم. ارجع ل شابتر 12 من البارت الاول. فاذا انت رفضته ضيعت فرصه، هذا المشروع بيجيب لك 8% ما جاب لكش ال 10%. اوكي، تيك ات. هذه من ايش؟ السقطات. يعني كيف جت ببالي ما ادري. بيتفول، سقطات، سقطات بالاداره كيف تتخذ قراراتها. طبعا بدك تغذي معلوماتك، ارجع للريزيدوال انكم والار او اي في موجود بشابتر 12 في قضيه تقييم المشاريع اللي هي بين السيستر كمبانيز. كاش فلو، التدفق النقدي. ريليفانت كاش فلو ار ماتش مور ريليبل جايد. شو يعني ريليفانت كاش فلو؟ يعني بدك تتخذ مشروع بده يكون في كاش ان وكاش اوت. ريليفانت اي مشروع في كاش ان كاش اوت. Are much more reliable guide. إذا هذا أفضل شيء، دليل على أنك موثوق، هذا الدليل موثوق. When judging capital projects، عندما تريد أن تحكم أن تحكم أو تقيس مشروع معين رأس مالي. Because only they provide a true measure، لأنهم هذولا بيقدموا المقياس الحقيقي الصحيح of the project potential to affect shareholder value، اللي هو project potential يعني إمكانية المشروع أن يزيد قيمة إيش؟ قيمة أسهم الشركة أو قيمة قيمة أرباح المساهمين أو قيمة الأسهم تبعت الشركة للمساهمين. Affect shareholders value. يعني الأسهم تبعتهم كل ما ربحنا أكثر بتزيد قيمة أسهمهم. The relevant cash flow can be divided into the following three categories. The relevant cash flows can be divided into the following three categories. هاي الكاش فلو اللي إلها علاقة بالمشروع ممكن نقسمها إلى ثلاث categories. Net initial investments، يعني الصافي تبع الانفستمنتس الانيشيال الاستثمار الابتدائي. Cost of new equipment، بدك تدفع فلوس ثمنها طيار. Initial working capital، بدك كمان working capital زيادة. إذا ما عندك من الصفر بدك working capital، بدك شوية كاش، بدك receivable، بدك كذا بدك كذا، بدك inventory بضاعة.
after tax proceed from disposal of old equipment. لما بتبيع الأصل القديم وتجيب محله الأصل الجديد، الأصل القديم لما بتبيعه أكيد إله أثر على التاكس، يا معك بصير لصالحك أوكي بصير إن، يا ضدك بصير أوت. أكيد معظمه بصير إن أوكي. حنشوف طبعا التفاصيل أكثر لأنه بدناش نشرح كثير بكلام نظري. طيب بي أنوال نت كاش فلوز، نت كاش فلوز هذا الانشيال، نت كاش فلوز التدفق السنوي افتر تاكس كاش كوليكشن فروم اوبريشن. صار عندي بضاعه بعتها جبت ايرادات تكاليفها عندي مصاريف او كوست، اكسكلود ديبريشيشن افكت طلع الديبريشيشن برا مع هاي الحاله اللي قائمه الدخل، ايرادات ناقص تكاليف، tax saving from depreciation. depreciation هذا لما بتخصمه بتستفيد منه، قلنا بتحرم دائرة الضريبة من مبلغ معين، إذا اسمه depreciation tax shield. تتقي متراس تختبئ وراءه وتقول له ضريبة يلا برا مع السلامة، هي عندي 10,000 لأنه أنا بعت الأصل القديم وكذا وهيك شيء. حنشوف إحنا طبعا سوري depreciation مش الأصل القديم، depreciation تبع هذا الأصل. لما أنا بجيب أصل طيارة حقها 100 مليون وبقسمها 10 سنين معناته بالسنة 10 مليون، 10 مليون بحطه ضمن الديبريشيشن ضمن المصاريف، بالتالي بحرمك من 10 مليون في 40%، 4 مليون بحرمك، بحرم إدارة الضريبة، إذا هذا مكسب بالنسبة لي أوكي. هذا هو التاكس شيلد. On the exam you may be required، بالامتحان أنت ممكن تكون مطلوب منك to calculate depreciation، تحسب depreciation using the modified accelerated recovery system. هذه الطريقة أمريكية، يعني بمعنى modified accelerated cost recovery system، تكاليف السريعة. تذكروا في accelerated method اللي هي SYD والdouble declining balance، لكنها معدلة recovery system MACRS. حنيجي ونستخدمها ونفرجيكم كيف تطبق under this method this system. طبعا هذه طريقة انه بيسحق لك على الطريقة الامريكية انك انت تستخدم هذه الطريقة في الاستهلاك لما بتدخل في مشروع جديد محل مشروع قديم، او تبيع اصل وتجيب محله اصل اعلى واغلى وكذا وفي depreciation. حنشوف under this system depreciation expense for each period is calculated by multiplying. اي depreciation لكل فترة من الفترات يجب أن تضرب the cost of the depreciable assets اللي هي قيمة الأصل القابل للاستهلاك by the MACRS اللي هي الطريقة الأمريكية ريت بنسبتهم، حنشوف أمثلة عليها الآن، for the respective period للفترة ذات العلاقة. The MACRS rate for each period will be provided in the question stem. في سياق السؤال بيعطوك النسب بتاعتهم، مش ضروري تفكر فيها كثير، حيعطوك اياها. وطبعا بالتاكيد ما هي مطلوب منك انك تدخل بالتفاصيل تبعت التاكس. البروجكت تيرمينيشن كاش فلو، تيرمينيشن كاش فلو يعني شو بروجكت تيرمينيشن؟ لما بسكر المشروع، انتهى المشروع 5 سنين انتهى 10 سنين انتهى. افتر تاكس بروسيد فروم ديسبوزل اوف نيو اكويبمنت، شو يعني؟ بدك تبيع هذا الاصل الجديد الاكويبمنت الجديده، إذا شو معناته؟ بده يجيك إنكم منه، بدك يجيك مبلغ، هذا المبلغ الدولة بجوز تاخذ عليه تاكس أوكي؟ إذا أفتر تاكس بروسيد بدهم يفرضوا عليه 40% مثلا. ريكفري حنشوف التفاصيل بعد شوي، ريكفري أوف وركينج كابيتال كمان الوركينج كابيتال حطيته 100,000 مشان تمشي الـ AR وتمشي الـ Account Receivable وتمشي الـ Revenue الـ Inventory وشوية Marketable Securities وشوية كاش عندك وكذا، هذول بدي تسكر بدي نسكر المشروع بدي نرجع. إذا ريكفر وركينج كابيتال ان تاكس، هذول ما هذول فلوسنا ما حدا بيفرض علينا عليهم تاكس. حنشوف برضو تفاصيل. حلو وصلنا المثال هذا. Example 9.1 projected relevant cash flow relevant يعني لها علاقة بالقرار الذي يجب اتخاذه. A company is determining، الشركة تقرر the relevant cash flow for capital for potential capital project. هنا relevant cash flow for potential capital project يعني احتمال مشروع قادم. Okay, the company has 40% tax rate، عندهم 40% الدولة بتفرض ضريبة. Net initial investments
أول إشي استثمار الأصل. طبعا هذا كله بيفصل لك كل اللي مضى. صافي قيمة الاستثمار نت انيشال الاستثمار الابتدائي انيشال ابتدائي. The project will require an initial outlay of 500 for new equipment. إذا المشروع بده 500,000 كاش لل equipment جديدة. The company expects to commit 12,000 working capital. كمان المشروع بده كمان 12,000 working capital for the duration of the project لاستمراريته. بدك شوية inventory شوية AR وشوية كذا in the form of increase account receivable and inventory. إذا هذول 12,000 بدهم يروحن على الـ AR مشان تقدر تصبر على الناس وتبيعهم وكمان inventory مشان يكون عندك بضاعة. Calculating the after tax proceed from disposal of existing equipment is a two step process. كيف بنا انه نحسب افتر تاكس بروسيد؟ هنا مهم المعلومات، افهم هاي ورد ارجع اقرا هذول اذا بدك. اوكي طيب، اذا احتساب الناتج ما بعد التاكس فروم ديسبوزال اوف ذا اكزيستنج اكويبمنت، ها الخلاص من الاكزيستنج اكويبمنت اللي هي الاصل الموجود. في عندنا اصل موجود بدنا نخلص منه لانه مش نافع، لانه ما عم بنتج كويس، لانه بخرب كثير، لانه الافشنسي عنده مش كويسه، عنده ان افشنسي، اسباب كثيره ما يتماهى مع التكنولوجيا، ما عنده كباسيتي عاليه. از تو ستيب بروسيس، عمليه تتكون من خطوتين. فيرست ذا تاكس جين اور لوس ان ديتيرم از ديتيرمايند. تاكس جين ولا لوس في هالموضوع هذا. ديسبوزال فاليو، بدنا نبيعه ب 5000 الاصل القديم. ليست تاكس بيسز، قديش قيمته الدفتريه من وجهه نظر اداره دائره الضريبه؟ قيمته الدفتريه 20، يعني خسرنا 20,000 جاب لنا 5، قيمته الدفتريه 20,000 حسب من وجهه نظر التاكس. ما بدي اكاونتنج بيسز، بدي حسب وجهه نظرهم هم دائره الضريبه. اوكي جاب لي 5000 وخسرت به 20,000، بدي اشطبه 20,000 شطر، ما جاب لي 5 خسر 15. إذا tax basis loss on disposal 15. واضحة؟ أوكي. الخطوة الثانية after tax effect on cash can then be calculated. أثر التاكس على الكاش، إيش كبر نحسبه؟ disposal value جاني 5. إجا بعت ب 5 كاش. ثمن الأصل هذا ما عليه ضريبة. تمام؟ طيب. وبعدين قلنا خسرنا 15، حرمنا دائرة الضريبة من 15,000 40% لأنه حطينا تحت بقائمة الدخل كابيتال لوس، تاكس سيفينج اون لوس أو كابيتال لوس 15,6000. إذا إجاني بالموضوع هذا قديش 11,000 أفتر تاكس كاش إن فلو فروم ديسبوزل. إذا إجاني 11، 5 إجاني من الزبون أعطاني 5 و6 وفرت من دائرة الضريبة. إذا جاني قديش 11. The cash outflow required for this project. إذا الأوتفلو قديش 500,000 و 12,000. هيا. Cash outflow required for this project net initial investments is therefore. Net initial investments. هيا net initial investments. Is therefore 501. كيف جت؟ 500 بالأول. ماينس 12,000. برا فلوس برا طلعت. أوكي؟ زائد جان 11 توفير كاش ان. اذا قديش الجواب؟ 501. اذا النت انيشال انفستمنتس بيطلع عندي 501 بين كاش اوت وكاش ان، صفى معي كاش اوت 501. تمام؟ طيب انوال نت كاش فلو البروجكت از، هاي مرحله ثانيه، كل سنه بده يشتغل هذا المشروع. Project is expected to generate 100 annually from ongoing operation. حيجيب لي 100,000 سنوي. Generate annually from ongoing operation. However, 40% of this will have to be paid out in the form of income tax. الدولة قاعدين لك بدها 40%. إذا annual cash collection 100,000 less income tax expense 100 في 40% بيطلع 40,000. قديش بضل لك من المية؟ 60. After tax cash inflow from operation سنوي 60,000. This project is slated to last 8 years. شو يعني؟ حيستمر حتى آخر، يعني يتوقف بآخر السنة الثامنة. كمان net
equipment is projected to have salvage value 50,000. هذا الأصل اللي هي new, sorry مش new مش net, a new equipment is projected to have salvage value. الأصل الجديد هذا بده ينباع ب 50,000 بعد 8 سنين. will generate قديش؟ 500 على عدد السنوات 8. طبعا ما بنروح على 501, هاي ما لها علاقة, بنروح على 500 بنقسمها على 8 بيطلع قديش؟ 62,500. هذا هو شو؟ الديبريشيشن بير يير ان ديبريشيشن تشارجز. ذا انوال سيفنج از 25. منين اجت 62,500 بضربها ناقص صفر اللي هو يعني في ديبريشيشن قديم ما في, ناقص صفر يساوي قديش؟ في 40% بيطلع عندي وفر 25,000 كل سنه, بوفر 25,000 بسبب هالديبريشيشن هذا من الدوله. اوكي هيا انوال سيفنج از 25,000. نوت اون ذا سي ام اي اكزام سلفج فاليو از نيفر سبتراكتد وين كالكوليتنج ذا ديبريشيبل بيس فور تاكس بيربوسز. بس امتحانات السي ام اي ما تطرح السلفج فاليو لما بدك تعمل ديبريشيشن, لانه احنا متعودين بشابتر 1 2 3 انه نطرح السلفج فاليو بالستريت لاين ميثود على الاقل, بالستريت لاين ميثود على الاقل من ايش او باليونتس اوف برودكشن, نطرح السلفج فاليو من قيمه الاصل ونقسم على عدد السنوات. هون ممنوع تطرح السلفج فاليو فور تاكس بيربوسز بيكوز ذيس از بروفيجن الاود باي يو اس تاكس لو. اذا بامتحان السي ام اي ما تطرحش السلفج فاليو, لذلك هنا ما طرح السلفج فاليو. هيو 50,000 ما طرحوش من ال 500, ما قالش 500 ناقص 50 بيقسم على 8, لا 500 كلها على 8. اوكي اذا هذا القانون بدك تحفظه. Unlike the income from operations the depreciation charges will generate tax saving. اذا depreciation هذا شو عمل؟ tax saving. This is referred to as depreciation tax shield. هذا هي التاكس سيفنج, هذا هي اللي هي 25,000. هي 25,000 منين اجت؟ من 62 depreciation ضرب 40%. طبعا هاي انسولها شويه لانه في ما لو كان في عندنا آلتين حنيجي ما ادري بعض المسائل الها, بس الان هي الديبريشيشن 62 ب 40% بيطلع التاكس شيلد. اذا هذا اسمه ديبريشيشن تاكس شيلد, المتراس الذي تختبئ وراءه الشركه ضد الضريبه وتقول لهم باي باي مع السلامه, انا بدي اوفر هالمبلغ. وفروا قد ايه؟ 25,000 نتيجه الديبريشيشن. The annual net cash inflow from the project is thus. إذا قديش جانا كاش من الشركة من المشروع؟ هاي عندنا 60,000 زائد 25,000. هاي 60,000 زائد هاي 25,000 بيطلع عن 85,000 كل سنة, بيجينا 85,000 غير الماضي. الماضي هذا حكينا فيه, هاي جيت حاولت أرجع له. هذا الانيشال اوت كاش اوت, النتيجة قديش؟ 501. بس بالسنة كل سنة بيجي قديش؟ 60 ما بعد العمليات, الربح العمليات, وكمان بتختبي ورا الديبريشيشن بتوفر كمان 25, بصير عندك 85,000 نت كاش, نت كاش انفلو كاش ان من كل سنة للشركة على مدى فور ذا لاست 8 ييرز, على مدى ثمان سنوات اللي هي من عمر الأصل. نت كاش انفلو فروم ذا بروجكت استاس كذا for the last 8 years, لآخر 8 سنوات. اوكي طيب project termination cash flow. هلا لما بيجي بنتهي مدة حياة المشروع شو بنقول؟ proceed حيجيني 50,000, هيها موجودة هون, حيجي 50,000 salvage value. إذا حبيع ب 50,000 are expected from disposal of a new equipment at the end of the project, بنهاية مدة حياة المشروع. First, the tax gain or loss is determined. Disposal value 50. Tax basis. ما في tax basis. كله استهلك. ما في tax basis. كله استهلك على الخمس على الثمان سنين. أيوه. ما في tax basis. Tax basis gain on disposal 50,000. هذا gain لما بعنا الديسبوزر.
the after tax effect on cash can then be calculated. هلا التاكس بيسز جين اون ديسبوزل، انت بقولوا لك دائره الضريبه، يا اخي استهلكت اصلك كله، هي استهلكت الاصل كله 500 تقسيم 8 باي باي، ووفرت مننا 25000 بالسنه، كثر خيرك وخيرنا. اوكي الان يا حبيبي بدك تعطينا تاكس على المبلغ، تاكسبل سلفج فاليو تاكسبل بهالطريقه هاي. اذا تاكس لايبيليتي اون جين 50 في 4 40% يطلع 20. اذا افتر تاكس كاش ان فلو فروم ديسبوزل، اذا قديش بيجيك؟ كمان 30000. هذا بده يقيم المشروع مدى ثمان سنوات، دفعت فلوس وديبريشيشن ومش عارف شو كذا وانكم الى اخره. طبعا لاحظ هذا الرقم حيتكرر خمس سنين، وهذا الرقم مره واحده 501. اوكي وهذا الرقم بيجينا بالسنه الثامنه، أنا قلت ثمانية ولا خمسة، هذا الرقم حيتكرر ثمان سنين، أوكي؟ وهذا الرقم باخر السنة الثامنة. هذا هو هذا الرقم، لأنه بعد التاكس 30. Once the project is over, باي باي، the company will recover 12,000 working، بيجينا كمان working capital 12,000 بس هذول مش تاكسبل. ما عليهم تاكس، هذول كاش تبعنا. حطيناهم وطلعناهم واستعدناهم. The net cash inflow upon the project termination is therefore 42 30 زائد 12 هيا 12 و 30 52 هذول باخر السنة الثامنة. اوكي طيب as example 9.1 above indicates tax consideration are essential when considered capital project. اذا هاي فهمنا ولا ما فهمنا؟ اطلع هون above indicates 9.1 والله غير ارجع لها 9.1 هي اوكي تالي اناليزز تاكس مش عارف اشار لها هو هون ولا لا. اوكي سب يونت 1 لا. طيب انا مش حلغي الفيديو لاني تحركت الحركات هاي، بس انا بدي الاقي المعلومه اللي هو عم بشير لها صاحبنا بالضبط. يمكن هاي company is determining relevant cash flow for كذا the company has 40 tax rate. اوكي طيب العملية واضحة ما بدناش نضيع الفيديو مشان هالمعلومة. as example 9.1 الاكزامبل هذا 9.1 سوري هيو اوكي بيثبت لك above indicates tax consideration are essential when considering capital project. إذا تلاحظ هاي عندك 20,000 أخذناهم بالاعتبار، وكمان يا سيدي العزيز هاي أخذنا هذول كمان بالاعتبار، وأخذنا هذه كمان الديبريشيشن وفرنا منه 25,000 كلام صحيح. إذا القصد إنه هذا المثال أثبت إنه التاكس كونسيدريشن فيري إسينشال لما بناخذ قرار بالاستثمار كابيتال بروجكت من خلال الأصول أو مشروع معين أو كذا طويلة الأجل. آخر سلايد other considerations أمور أخرى يجب أن تؤخذ بالاعتبار effects of inflation on capital budgeting. المشكلة أنه الأصل الآن قيمته 100,000 بعد شوي بصير قيمته 120 لأنه قوة شرائية للعملة عم بتقل، إذا في inflation interest بترتفع. In an inflationary environment ظروف فيها inflation future dollars are worth less than today dollars. معروف الفلوس بعد سنة مش زي الفلوس اليوم، حكيناها بقضية البريزنت فاليو وحنيجي للتفاصيل أكثر. Thus لذلك the firm will require a higher rate of return to compensate. إذا شو معناته؟ معناته لما بيكون في انفليشن عالي والخصم، يعني لاحظوا في معلومة أحكيها ليتر أون بس هلا بحكيها.
كلما ارتفعت نسبة الفائدة كلما قلت القيمة الحالية. معناته صعب انك انت تعمل فلوس لعدد 10 سنين والفائدة صارت 20%، وبجوز ما تلحقش تعمل قيمة الكاش اوت الان، لانه الفلوس اللي بتيجيك جزء منها كبير مقابل انفليشن، مش اعادة قيمة فلوسك اللي انت دفعتها حتى تصير عندك النت بريزنت فاليو بوزيتيف. بدك تاخذ ذلك في الاعتبار. اذا ذا فيرم ويل ريكواير هاي الريت اوف ريتيرن تكون مزين. بقول لك لا يا حبيبي، تتذكروا الهارد ريت؟ لا تحطوا ليش فائده 15، حطوا لي فائده على 20 وحسبوا لي المشاريع كلياتها على 20، شوفوا لي من المشروع اللي بقدر يغطي، ما بغطيش بلاش، ما بحطش فلوس انا والله حيالله، بحطها بمشاريع الانفليشن بعد شوي العمله راح تصير 50% من القوه الشرائيه الحاليه. اوكي، اذا بقول انه لازم تكون هاي الريت تكون مزيت حتى نقدر نعوض، لانه كل ما زادت الفائده كل ما قلت القيمه الحاليه، فكيف بك تعوض ال 500 الف هاي بسهوله اللي دفعتها حق الاصل او صفت 501 هذه الان كاش، كيف بدك تعوضها؟ خاصه الوركينج كابيتال 12000، الان دفعت 12000 وتجيك 12000 بعد 8 سنين ولا بيساوي 5000 الان اذا في انخفاض بقوه الشراء، بدك تاخذ ذلك في الاعتبار. Post audits should be conducted to serve as control mechanism and to deter managers from proposing unprofitable investments. يعني شو معناها؟ معناها هنا يجب ان تكون هناك يد للمحاسب القانوني في الموافقة على أي مشروع من المشاريع التي يريد صاحبنا مدير الشركة أنه يختارها. Be conducted to serve as control mechanism، طريقة رقابية، and to deter managers، يأخر يعيق المدراء from proposing، ما يختاروا ويقترحوا استثمارات غير مربحة بسبب الانفليشن وبسبب غيره. يعني قصدهم لازم الأوديتر يضع يده بالموضوع، لأنه دائما الإدارة، أنا بعرف الإدارة دائما تريد تعمل شو أب وجه مشرق وبعدين تفرج الله، لا يا عمي لازم الأوديتر، لأنه الأوديتر حيسكروه محله لو أعطى رأي خاطئ. أوكي، وبالتالي بيأخذ دائما حيطة وحذر أكثر من الإدارة، لأن الإدارة تعمل تفتح صدر تقول لك يا عمي أنا أنا أنا. المدير دائما بشكل عام بني آدم، فلا بد من الرقابة عليه. نكمل. Actual to expected cash flow comparison should be made. لازم تقارن بين الكاش بالسنة الأولى والكاش الفعلي الان والكاش المخطط، وتشوف الفرق وتدور وين المشكلة. And unfavorable variances should be explained. وين في فرق؟ طبعا الفرق لصالحك ممتاز، بس ضدك يعني كنت تتوقع يجيك 100000 نت كاش وجاك والله غير 60000، دور وراء الاسباب. The reason may be in an inaccurate forecast or implementation problem، يعني يكون يعني الخطا، يا انك الخطه تبعتك خطا بالفوركاستنج، ارجعوا لا البادجت اللي هي بشابتر 10 اللي هي البادجت اللي فرجيتكم اياها بدايه الشابتر على البارت الاول، شابتر 10 البارت الاول، ارجعوا اقروها. اوكي، اذا شو بقول هون؟ The reason may be inaccurate forecast، يا انت اخطات في الخطه وبالتالي عندك مشكله، يا انه تنفيذ خطا وبالتالي عندك مشكله، فلازم تعمل موائمه وتلاقي وين الخطا. اذا الخطا بالبادجت عدل البادجت، واذا الخطا implementation عدل الimplementation التنفيذ. يمكن الانتاج مش كويس، كواليتي مش كويسه، المبيعات مش كويسه، المندوبين المبيعات نايمين، الكهرباء فيها مشكله، الخطوط الانتاج ما فيها معايره، ما فيها انتاج الكميه، الطلب عالي بس ما في موائمه للطلب، يعني اسباب كثيره كمدير انت بدك تتدخل فيها. individuals who supplied unrealistic estimates، من اعطانا ارقام غير حقيقيه، غير واقعيه، ان رياليستيك استيميتس يعني الفوركاستنج، شود هاف تو اكسبلين ديفرنسز. يلا اتفضل يا مدير الانتاج، انت قلت اني بدي اعمل كذا وما عملتش، تفضل النتائج مختلفه، يلا اشرح.
انت يا مدير المشتريات كنت بدي اقول اعمل كذا والخطه تبعتك ما زبطت، انت مدير المبيعات شو قصتك مع مندوبي المبيعات نايمين؟ اوكي في عقوبات طبعا. ارجع لقضيه البادجت. Knowing that post audit will be conducted may cause manager to provide more realistic forecast in the future. لما بيعرف المدراء انه في واحد بعد ما ترفع هذه الارقام وتتحدد ومش عارف شو كذا في مدقق حيجي يفحص. لا بصير يقول خليني واقعي، ما يكذبش، ما يبالغش، ما يلفش ويدور. ما يقولش والله بشتغل لسنة وبعدين بدي استقيل واروح، لا ما بيصير. في إثكس بالموضوع، لذلك درسوا بالسيامية الإثكس. يجب أن يكون الإنسان صادق مع نفسه، قدر مش قدر الإمكان 100% إن شاء الله لو بنذبح في الموضوع. لازم الواحد يكون صادق مع نفسه، مدير، موظف، عامل كذا. وبصراحة احنا صرنا ناخذ الإثكس من عند من السي ام اي، يعني الإنسان بحياته لازم يكون دائما فيها إثكس ومصداقية. اوكي. The temptation إغراء to evaluate the outcome of project too early must be overcome. برضو في شغلة إنك تقيم المشروع ابتداء من أول شهرين ثلاثة، برضو هذا غلط. Until all cash flows are known the results can be misleading. وإنك تستنى حتى تشوف كل الكاش اللي جاء خلال الفترة المتفق عليها والتي تريد تقييمها بتكون إحنا بنسميه بقول وقع الفاس بالرأس، يعني أكلت خازوق وخلصت. لا يا عمي، بدك أول بأول تحاول دائما تقيم، مش بالبدايات ولا بالنهايات، وإنما أول بأول. Assessing the received of expected non-quantitative benefits is inherently difficult. كمان بقول هون تقييم المنافع التي تأتي من نون كوانتيتيف، منافع متوقع من نون كوانتيتيف بنفيتس از انهيرنتلي ديفيكالت، صعب بطبيعته. يعني تقيس مدى مستوى المتدربين، مدى مستوى كذا، الامور هاي ما لهاش علاقه بالارقام، لها علاقه بتوقع سياسات استيراد، رفع جمارك، رفع ضرائب، تخفيف ضرائب، كذا الى اخر، ازدهار اقتصاد، هذه الامور كلها بطبيعتها صعب. وبالتالي هذه خلينا نسميها other consideration to be taken. لا بدك تعمل budget، لا الكابيتال budget اللي هو المشاريع الرأسمالية أو البرامج الرأسمالية. بنكون خلصنا الفيديو رقم 1، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.